السلام عليكم، يسعد اوقاتكم، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. نعتذر عن فترة الانقطاع اللي صارت بالقناة، عدم رفع الفيديوهات. نحن تعودنا يوميا بكون في عنا فيديوهين او ثلاثة عن القناة، عم نغطي جميع الاخبار اللي عم تصير حول الكرة السورية ومنتخبنا السوري والمحترفين. في هذا الفيديو بدنا نذكر تصريحات المدرب فرج ابراهيم وكلامه حول اداء المنتخب السوري وحول المحترفين اللي بالخارج، كلام هام وهام جدا. تصريحات اللاعب قائد منتخبنا الوطني اللاعب عمر السومة عبر إذاعة شام اف ام ببرنامج خط وسط. فمثل كل مرة بتمنى منكم تسمعوا هاي التصريحات للأخير وتشاركونا رأيكم حول هاي التصريحات وهذا الكلام اللي قاله المدرب فج إبراهيم واللاعب عمر السومة. بالبداية المدرب فج إبراهيم أثبتنا أننا كطاقم فني وإداري واللاعبين كتلة واحدة لا يمكن تجزئتها، من المهم أن نحصل على النقاط في دور المجموعات ونحن حصلنا عليها كاملة بعيدا عن الأداء. سبب الأداء الذي وصفه البعض بالسيء هو استقطاب عناصر جديدة شابة في الفريق، وهذه العناصر تحتاج إلى وقت لتنسجم، ودور المجموعات هو مرحلة مناسبة لمنح الفرصة لهؤلاء اللاعبين. مباراة منتخب المالديف الرطوبة أثرت على الأداء أيضا. من المعيب أن نحجم حجم المنتخب إلى شخص لاعب فقط. عمر السومة لاعب كبير جدا، ولكن حصر المنتخب بلاعب واحد فقط أمر مسيء. هناك شركة لتحليل المباريات الخاصة خلال الدروس النظرية. لقد لعبنا بشكل جيد، المنتخب سيكون أفضل خلال الأدوار القادمة، ولكن الأمر يحتاج إلى وقت ونحن نعمل من أجل ظهوره بشكل أفضل. مباراة منتخبنا السوري أمام منتخب الصين في الشهر المقبل، دعونا نشاهد المباراة ثم نتحدث. قرار اعتزال اللاعب فراس الخطيب كان شخصيا ولم يحصل اي تدخل، ولدي اثباتات حول ذلك. بعد مباراة الفلبين لم يكن الخطيب منضم لاي فريق، وبالتالي لم يتم استدعائه للمنتخب لهذا السبب. لا يوجد شخص يرغم على الاعتزال. الى سيد وزير الاعلام لدينا اثباتات على وجود تحريض اعلامي من قبل وسائل الاعلام الرسمية واساءة وضغط نفسي ضد المنتخب الوطني، ومن المفترض أن يكون الإعلام مساندا للمنتخب مهما كانت الظروف. لا يوجد أي نوع من الغيرة بيني وبين الكابتن أيمن الحكيم. البعض يريد أن يلعب على وتر الغير الجيد باستدعاء لبعض لاعبي المنتخب الأولمبي. حين تكون هناك حاجة لتواجد هؤلاء اللاعبين في المنتخب الأولمبي سيتواجدون. علاقتي برئيس اتحاد كرة القدم السابق فادي الدباس أكثر من رائعة. لم يقصر اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام مع المنتخب. ما يقدمه اتحاد الكرة للمنتخب ضمن الإمكانيات الموجودة. أتابع لاعبين المحترفين في الخارج، ولكننا نبحث عن من نحتاج إليه في المنتخب. تواصلت مع المسؤول عن اللاعب خليل إلياس، ولكن مطالب الأخير كانت مرتبطة بتواجده في سوريا لإنهاء بعض الأوراق اللازمة لإخراج جواز السفر، ورفض ذلك. إياس عثمان والسومي خارج قائمة خياراتي. كان هناك تواصل مع اللاعب محمود داود قديما، ولم تكن لديه أي رغبة على ما يبدو بالتواجد مع المنتخب. بالانتقال لتصريحات اللاعب عمر السومة، أنا عاتب وحزين لأن الهتافات السلبية والانتقادات جاءت بعد فوزنا وحصولنا على العلامة الكاملة في دور المجموعات. المهم هو النتيجة في هذا الدور بما ينفع الأداء الجيد إن خسرنا. بعض العناصر في الفريق غير جاهزة للانسجام بعد، حيث لم يلعب البعض مباريات مع فرقهم لمدة أطول، وهذا أثر على الأداء. إضافة إلى عوامل الطقس والرطوبة في بعض المباريات كمباراة المالديف، من تواجد في الملعب شعر بتأثير هذه العوامل على اللاعبين وليس من جلس وراء الشاشات. المدرب فج إبراهيم يقدم كل شيء خلال التمرينات، وهو لا يختلف عن أي مدرب لعب تحت إدارته. خطوة جيدة للمنتخب استقطاب لاعبين جدد يخدمونه للسنوات الخمس المقبلة، وهذا ما يفعله المدرب فج إبراهيم. خسرنا بعض العناصر المهمة في الفريق مثل الكابتن فراس الخطيب. كرة القدم لعبة جماعية، نحن نلعب كمنتخب يمثله اللاعبون وليس لاعب واحد فقط. كانت هاي أبرز تصريحات اللاعب عمر السومة والمدرب فج إبراهيم على أخبار وضع المنتخب السوري. نتمنى اللعبة أمام الصين تكون بأداء جيد وأداء مقبول، غير الأداء اللي نحن شفناه للمنتخب في المباريات السابقة. رأي شخصي وشخصي فقط، بجوز يكون رأي كتير من الجماهير السورية كلياتها نفس الرأي. نحن مو ضد تواجد أي مدرب بتدريب المنتخب السوري، بس نحن نتمنى أنه يظهر منتخب بهالأسماء الموجودة فيه بأداء أفضل، بأداء جيد، بأداء مقبول ضد المنتخبات اللي نحن عم نلعب ضدها.
خصيصا جميع المنتخبات عم بيكون فارق التصنيف وفارق الأداء وفارق الأسماء الموجودة طبعا لمنتخبنا السوري. الجمهور العاشق والمحب لفريقه أو لمنتخب بلده بيتمنى يكون يظهر بأفضل أداء. طبعا كرياضة وكرياضة كرة القدم هي بتعترف عن النتائج والنتيجة الأخيرة يلي بتكون بعد المباراة. نحن ما بننكر أنه منتخبنا هو متصدر هاي المجموعة بتسع نقاط، منتخب الصين بسبع نقاط، بآخر شيء التعادل لمنتخب الصين أمام منتخب الفلبين. بس نحن السؤال بنسأله لحالنا بكل مباراة، إذا كانت منتخبات عم نلعب ضدها غير المنتخبات الموجودة بهاي المجموعة، هل كان منتخبنا السوري يتصدر هاي المجموعة بالأداء اللي نحن شفناه بالمباريات الماضية؟